شو يعني مراد خبيت عليها انك بتكون المدير؟ ما في داعي تعرف. عم بتفكر بطريقه تفاجئها بهالخبر مو هيك؟ عينك على الشباب. يا علينا، وهي الثانيه لحقتني لهون كمان. مين هي؟ مرام. طب ليش ما عم بترد؟ لانه ما بتفهم بالحكي. بتعرف اني مالي فاضي وبدي اسهر معكم، ومع هيك بدي اقول لي. لك انت ليش بتضل معصب؟ بسيطه، هات انا بحل القصه. اي مرام كيفك؟ اي انا كمان منيح. لكن احنا كنا بسيرتك من شوي. ايه من شوي وصلنا على المطعم تماما على نفس المكان يلي منروح عليه. ليكي اذا ما عندك شي تعي. يا دب اخي فرح كتير وعم بيقول ما تتاخري عليه. طيب طيب ماشي يا روحي ماشي، عم نستناكي. يلا باي باي. بتحبك وبتبوسك، وقال لا تشغل بالك هي جاي بسرعه. انت ما في خواص منك، طول عمرك واحد سئيل على فكره. هي بس مشان تتعلم ما تفيقني الصبح بكير يا مهضوم. خلاص روح روح. وهي وصلت مرت اخي. لنطلع بحاسبك على عملتك. هاي مرحبا. لك اهلين. كيفك حياتي؟ كيفك انور، شو اخبارك؟ على فكره بوقفتك هي روحتي علي احلى منظر بالسهره. باردون، بدك تسمح لي اقعد جنب حبيبي مراد ولا منتشارك نفس الكرسي؟ انت اختار. الخيار الثاني مستحيل. يلا انا قايم. خلي مرام الحلوه ترتاح جنب حبيبها. انا بورجيك حسابك بعدين.